اليوم ان شاء الله جايبه لكم وصفه سهله وحتحبوها ان شاء الله. تعالي عمي، عندي 4 حبات دي على حسب الاشخاص اللي في البيت، وعندي خاشوقه كبيره ديال بهارات السمك. انتو اي بهارات عندكم تبون تحطون؟ بزار مخلوط يعني. نزيل. لا بهارات السمك، بهارات يعني بزار. المهم، وعندي خاشوقتين فلفل اسود، خاشوقتين صغار، وعندي خاشوقه الهريسه المغربيه. اي هريسه انتو تبون تحطون حطون، شويه مليحه. وعندي كل ديايه ليها خاشوقه كبيره المايونيز، هذه للدياي. بعدين لما حوصل المرحله هذه حشرح لكم، اشرح لي شو هذا بعدين كمل. هي هذه الشعيريه الصينيه، عندي الفطر. عندي قطع دياي صغيرة، عندي تاني بهار سمك، عندي الفلفل الأسود، المليحة، زبيدة، عندي هذه الأشياء مال الدياي، الكبدة والقالصة والجوانح، وعندي البصل والثوم والبهارات اللي فيها زنجبيل، كركم، فلفل أسود، شوية زعفران، مليحة، والقزبرة. الدجاج كيدخل الفرن، ولكن الطريقه ديالو كيجي فيها المايونيز اللي يكون شويه ثقيل وبهارات السمك. شوفوا انا اشتغل بيدي، 4 خواشيق مايونيز، خاشوقه، بهارات السمك، هريسه، فلفل اسود خاشوقتين، تقول لي ليش تزبين عمي، ومليحه. ها شوفوا هاكا بس هالاشياء. ها وتمكسوا. ها 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 ها, ها. شوفوا الدجاج يكون منظف زين ما زين. ها هذه هي الطريقه ديالو، لازم هذه الحشوه كتدخل داخل وما بين الجلد واللحم بحال هكا تدخلوها عشان الدياي يجي بنين. ولا بغيتوا تسوون هذه العمليه بساعتين ولا بليله قبل تسوونها يكون احسن اظني. احسن عمي كيترقد. ها شوف بحال هكا، وغادي نوريكم كيفاش الاربعه كلهم حسويهم وحوريكم الحشوه. شوفوا انا قاعده اسوي، حسوي الحشوه هذه. تعالى وقف شويه، دياي رقدناه، والحين حنمروا لحشوة الدياي. عندي خاشوقة صغيرة زبيدة وشوية زيت زيتون. ها شوف يلا خلط ليا، وكنحطوا أول شيء البصل. ها هذا كله حق حشوة الدياي. هذه كلها هذه الحشوة غتكون في الدياي. يلا الدياي وانا سويته والبصل اهو محطوط، وهذه الاشياء كلها من الحشوه اللي غنحشو بها الدياي. الحين انا حصوي الدغميره. الدغميره يعني عباره شرات شرات الدقوس، شرات المرقه جانبيه يعني. مريقه تكون جانبيه. شوفوا عندي اي شيء تبون تحطوا، العناية، هذه الاشياء انا حطيتها. الرقاب هي حطت القوانص وحطت الكبود. لا الكبود اخر شيء عشان بسرعه تستوي. شوفوا حطت الجوانح والقوانص. القوانص إيه. هذه الحشوه هذه بدون بصل، فيها بس 4 فصوص ثوم. ها هاي الدغميره. هذه الدغميره وهذيك الحشوه. وهذيك الحشوه غنزيد شويه شي خاشوقه ديال القزبر ومعدنوس. تعالى عمي هنا نصوروا اليوم، وغادي ندير شوفوا عندي الكركم، الزنجبيل، والفلفل الاسود، شويه الزعفران، ومليحه، نص خاشوقه. كنزيد كل شيء ضربه واحده بحال هكا. جيب لي ماي حار. شوفوا الدغميره غنحطوا شويه الماي وغنخليوها تطيب على خاطرنا، يعني 2 كواب بحال هكا، شويه وحزيد عليها الكبود. وهنايا قلنا عندنا البصل، غنزيدوا عليه الدياي قطع قطع الصدور. اي مقطع الدياي روح من غير. هذا حق الشو كله. هذه الحشوه عمي اللي غنحطوها في هذا، وغنزيد عليه شامبينيو يعني الفطر. هكا دياي مقطع صغار صغار صدور. بس التوابل اللي غيتبل بها نص خاشوقه ثاني ديال هذه مالت السمك، بزار مخلوط، خاشوقه، فلفل، وشويه مليحه، والقزبره والبقدونس والشعيريه. بعدين اخر شيء ححطها. هذا كله للحشو، حشو للدياي هذا. قبل ما يتدخل الفرن. وهذا بعد شوي اخر شيء تحط. الكبده حيت بسرعه كتستوي الكبده شويه نحطوها. يلا. الطاوه جاتني صغيره بدلتها. الحين حطيناها الطاوه هذه. تعالى سوي. شوفوا غنزيدوا الشعيريه، هذا الشيء مال الحشوه. غنزيد سوي الشعيريه نص باكيت ولا باكيت صغيره. قزبره وبقدونس. كثروا. وعندي خاشوقه مايونيز. شو قصه المايونيز؟ اي حلو عمي كيعطي طعم للدياي حلو. ترى بس الانسان ترى يغير هذا الشيء، الاشياء الجديد ديال البريستيج، ما البريستيج هالبريستيج. شوفوا وانا الدياي حطيتهم هنا، بعدين حشيهم هذه الاشياء التوابل اللي غتبقى ليا ما تضيعش، غنحطوها حتى
الحشوة بحال هكا ها، ما في شيء يضيع. ها يلا حرك حرك يا محرك، حرك اخويا حرك، سير سير سير. غنحطوها هنا باش تبرد لينا الحشوة، لازم الحشو تكون باردة، وميكس بالمايونيز توابل السمك في الدياي كتجي شي روعة. وعمي حيدوب وحيقول لكم شوفي، خلوها لغاية ما تبرد شوية ونحشو بها الدياي ونكملوا المراحل اللي باقية. الحين هدى طلعت عماركم ياسة تحشي الدياي. ولكن ما يتحشاش بزاف عمي باش ما يطرطقش الدياي، شوفوا كيبقى واحد ليسباس شوية. شوف بس لقمتين ها، هذه والتانية بس عشان ما يطرطقش لينا. وهذا الحشو اللي غيبقى لينا غنعمر به سمبوسات على كيف، هذا حسب الرغبه يعني. هادشي غيجي تزيين للطبق اللي بغيتو تحطو تحطو. انا دائما كنقول لكم هذا البريستيج هو الاشياء اللي عندكم واللي انتو تحبوها. الحين هادو ها حشو وشتوه بصلوب. هذا ملي كنسدوه سد مزيان اخويا كنحطوه على ظهره بحال هكا. ايوه كله كيتستف على ظهره. خوصه يربطون الورود الدي الدياي يربطونها بخوصة. شقة الدياي مجموعة حيت هنايا كيف تحط الدياي. شوف يلا عاد استنى عمي ها باش ما كتفرتكش وتحط على ظهرها. وآخر شيء نزيدو عليها زيت زيتون لكم الاختيار، دائما كنقول لكم أو زيت نباتي من فوق بس خلاص. وحناق وقف عمي تغطوه زي كذا بهذا الورق ورق الزبدة. وتدخلوه ساعتين للفرن على درجة الحرارة 180-200. وبعدين الفرن اللي عندكم، وبعدين تفتحوا عليه وتسيروا تحمروا فيه لين يحمر. لين يحمر هما اللي غتفتحوا عليها تبقاو طالق الماء شوي، وبعدين تشيلوا هالأشياء كاملة القرطاس والألمنيوم وتخلوه يتحمر. تعالي عندي غنيجي الحين أنا هحط الكبيدة ها قالصه وهذا خلاص. الحين هذا زهر حطي لي تبود، التبود ما تقهر. دقيقتين ينضل بس. هاي الدغمير اللي حق شرات الغموس بس حتصير ناشفه من الماي عمي. شايف مخش. وهذه الاشياء حسوي بها سمبوسه في شيء عندكم كي تسووا عشان تذوقوا وتحبوا الطبق كيف حيجي في الاخر. وهذه هي الطريقه النهائيه ديال الدغميره ديالنا. شوفوا بدون بصل كتجي يعني خاطره. الله يبوكم ينها غير نمونه. والدياي تعال عمي تشوف الدياي ها، شوفوا المرق هذا طلعته من الدياي وعريت عليه شوف عشان يتحمر. ها هذا الدياي المحشي الحين بدون لا زبده من فوق ولا اي شيء حطيته، بس نفست عليه وشلت الماي. شيء زين وفنان وجربوه. الطبق المميزه اللي كلها كتشوفوها طالعه من مطبخ بيت عمي خالد الخالدي، اطباق من كل الجنسيات ومن ضمنهم المطبخ المغربي اللي كديروا لكم اختكم او بنتكم هدى الزموري. سمري عادة بس انت عمي خلينا نكمل لي معناتها احنا خلينا نضاربوا يلا كمل زين. هذا بوي نحن ما عندنا طبخ للبيع وشرق وغرب، هذا نسوي حق عمارنا بيتنا ماشي. لحد يطرش بزنس هذا مش بزنس، هذا حقنا حق رواحنا روحنا ثقافتنا. يلا هذا شو اسمه؟ هذه الدجاج خدمناه بالمايونيز، تخدم بالمايونيز وبهارات ديال السمك. شوفوا كيف كيجي دياي معمر جلب تحطيه مناك يشوفونه مناك قرب اللاتك. ححطه لك في صحنك عمي الله. حطها في صحنك وكول في صحنك. شوفوا هاي الحشو مالك، الحشوه اللي شاطت لي حطيتها في السمبوسات ها. اللي شاط لها يعني معناته انه اللي بقى زياده اللي زادت الحشوه سوت هي التدغميره اللي هي الدغميره هذه اللي فيها الجوانح واللي فيها واللي فيها الكبده. ها على ما تشوفون لك لذيذ ما تخيلونها الجوانح والكبود. وهي طريقه شايفه منين وزين. حتى لو جاوكم ضيوف يعني هذه الاشياء كلها من بيتكم، مو مضطرين انكم تجيبوها من برا. دياي في البيت، ورق السمبوسه اكيد ما في بيت اماراتي ما فيه. هذا الشيء اللي كاين عمي. نعم الله يطول عمرك.